ليلة البشوات وأول ست تنادي بحق المرأة في التعليم والعمل، وأسست أول مجلة مصرية نسوية مكتوبة بالفرنسية، وقادت أكبر مظاهرة نسائية في تاريخ مصر، وخلت للمرأة المصرية دور إيجابي في سنة 1919. هدى شعراوي كان ليها دور عظيم في تمكين المرأة بشكل عام، وعملت اكتتاب شعبي دعت فيه نساء مصر للتبرع لشراء طيارة عشان مصر كان فيها لطفية النادي. أول كابتن طيار ست، وتاني ست على مستوى العالم تطير بطيارة لوحدها من غير معلم بعد الأمريكية إيميليا إيرهارت. كان حلم لطفية النادي إنها تحقق إنجاز إيميليا إيرهارت بعبور أحد المحيطات الكبرى بطيارة. والد لطفية النادي كان معارض تعليمها للطيران، كان خايف عليها، وده حق، بس الست والدتها شجعتها. احنا بنتكلم في سنة 1933، يعني الطيران كله كان جديد. مصر كان فيها 33 طيار، وكابتن النادي كانت رقم 34. راحت لطفية النادي قابلت كمال علوي مدير عام مصر للطيران في الوقت ده. كمال علوي هو احد رواد الطيران في مصر، اتعلم الطيران وهو شاب، واشترى طيارة من ماله الخاص، وكانت اول طيارة تسجل في مصر، وكان الكود بتاعها SUAAA. أهداها بعد كده لمصر للطيران عند تأسيسها علشان تبقى أول طيارة في أسطول الشركة العريقة اللي أسسها طلعت باشا حرب. شغف كمال علوي بالطيران هو اللي خلاه يشجع لطفية النادي. عرض عليها كمال بيك إنها تشتغل عاملة تليفونات، وبعدين رقاها لسكرتيرة وبمرتبها تدفع فلوس مدرسة الطيران. وفي أول رحلة طيران منفردة ليها بين القاهرة والإسكندرية، حضر والدها المؤتمر الصحفي العالمي اللي قدمت فيه مصر للعالم بنتها كابتن طيار لطفية النادي، وكان فخور بيها. ومصر النهاردة لما بتفخر بأن عندها أول كابتن طيار ست في المنطقة ومن الأوائل على مستوى العالم، لازم نفتكر أنه ما كانش مجهود فردي، بل أشبه بمشروع قومي ومجتمع بحاله ساند حلم بنته لحد ما حققته، وبقت مصدر فخر لينا كلنا لحد النهاردة. سميرة موسى برضو مصدر فخر لينا كلنا. من أول ما نزلت مصر وظهر تفوقها، نظر المدرسة أكلم الأستاذة نبوية موسى وطلب نقل سميرة موسى عندها علشان تحظى بالرعاية التعليمية المناسبة اللي تناسب قدراتها وطاقتها. نبوية موسى كانت كاتبة وأديبة ومفكرة ورائدة من رائدات حركة تحرير المرأة في المجتمع المصري، وزي هدى شعراوي كانت بتنادي بالمساواة وحق المرأة في التعليم والعمل. ومن باب المساواة، نبوية موسى كانت زميلة دراسة لمحمود فهمي النقراشي وعباس العقاد. محمود فهمي النقراشي اللي بعد كده بقى النقراشي باشا رئيس وزراء مصر، وطبعا عباس العقاد بقى عباس العقاد. نبوية موسى كانت أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا، واجتمعت عشانها الحكومة المصرية مخصوص لمناقشة إذا كانت هتمتحن في اللجنة مع زمايلها ولا في لجنة خاصة، وامتحنت في لجنة خاصة ونجحت، وتعينت كأول نظرة لمدرسة ابتدائية في الفيوم. لكن الأعراف الاجتماعية وقفت عائق في طريقها، وأهالي كتير في الفيوم معرفتش تقبل نبوية موسى كنظرة للمدرسة الابتدائية، وكاد حلم نبوية موسى أن ينتهي في بدايته لولا تدخل أحمد لطفي السيد. أحمد لطفي السيد كان مفكر وسياسي وفيلسوف مصري ورائد الحركة التنويرية الليبرالية في مصر، وكان وزير للمعارف ووزير للخارجية ورئيس لمجمع اللغة العربية، وصاحب مبادرة جمع التبرعات لإنشاء أول جامعة أهلية مصرية اللي نعرفها النهاردة باسم جامعة القاهرة. لطفي السيد لما عرف عن أزمة نبوية موسى تدخل ونقلها علشان تمسك مدرسة المعلمات في المنصورة، وحققت فيها طفرة واكتسبت شهرة خلتها بعد كده من رائدات التعليم في مصر.
في منتصف الثلاثينات لما كانت هدى شعراوي بتجمع فلوس عشان طيارة لطفية النادي، كانت نبوية موسى أمام مشروع جديد، مشروع عالمة اسمها سميرة موسى، فتاة نبغة في العلوم محتاجة اللي يراها علميا. ولم تتردد نبوية موسى وجهزت للطالبة سميرة موسى معمل كيميائي من جيبها الخاص علشان تعمل التجارب العملية اللازمة لدراستها. وبالفعل حصلت سميرة موسى على الشهادة السنوية من مدرسة نبوية موسى، وحصلت على المركز الأول على مستوى المملكة المصرية. وعند المرحلة دي عرفت نبوية موسى إن دورها في رحلة سميرة موسى انتهى، لكن ما كانش ينفع تسيبها من غير ما تتأكد إن حد هيستلم منها الراية ويرعى سميرة موسى علمياً لحد ما تحقق أحلامها وتوصل لمنتهى قدرتها. وبالفعل سلمت نبوية موسى الراية للدكتور البروفيسور مصطفى مشرفة، العالم المصري الشهير وأستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة النهاردة. مصطفى مشرفة كان من الطلبة المتفوقين في دراسته السنوية، وحصل على منحة تابعة لوزارة المعارف للدراسة في الخارج في خريف سنة 1917 في جامعة نوتنغهام بإنجلترا، على عكس الاعتقاد السائد بأن التعليم الراقي والبعثات الخارجية في مصر كانت حكرة على أبناء الطبقة الغنية. مصطفى مشرفة ابن دمياط، فقد والده هو عنده 12 سنة بعد ما خسر والده كل فلوسه في بورصة القطن وباع أرضه وبيته وتوفى متأثر بأزمته النفسية. مصطفى مشرفة اعتمد في تعليمه على منح التفوق الدراسي، وكان بيلتحق بالقسم الداخلي في المدرسة علشان يوفر مصاريف المعيش على أسرته. أنهى مصطفى مشرفة دراسته الجامعية في نوتنغهام بتفوق، وحصل على البكالوريوس في 3 سنين بدل 4، الأمر اللي دفع أساتذته في إنجلترا لمخاطبة وزارة المعارف اقترحوا أنه يكمل مصطفى مشرفة دراسته العليا في كينجز كوليج في لندن. في الوقت ده كانت ثورة 19 اندلعت وتوابعها مستمرة، وروح الاستقلال والثورية مسيطرة على المصريين وبالأخص الشباب منهم. كتب مصطفى مشرفة لصديقه محمود فهم النقراشي، زميل دراسة نبوية موسى ورئيس وزراء مصر لاحقا وأحد زعماء الحراك الثوري في 1919، قال له يا نقراشي أنا عايز أرجع وأشارك في الثورة. وكان رد النقراشي عليه حاسم، كتب له جواب قال له خليك عندك، مصر محتاجاك عالم أكتر منك ثائر، وتقدر تخدم مصر في جامعات إنجلترا أكتر ما تخدمها بوجودك في الشارع هنا. إحنا لو بنألف رواية من وحي الخيال مش هنعرف نربط خيوطها بالجمال ده، بس دي كانت مصر ودول كانوا شبابها. مصطفى مشرفة بدأ بالفعل في تحضير للدكتوراه في فلسفة العلوم، وحصل على الدرجة العلمية في سنة 1923 تحت إشراف العالم الفيزيائي الشهير شارلز تومسون ويلسون، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء في سنة 1927. دكتور مصطفى كان صديق مقرب للعالم الأشهر في القرن العشرين ألبرت أينشتاين، اللي قال إنه لولا أبحاث مشرفة لظلت الكثير من نظرياتي مجرد حبر على ورق. ونعاه بعد وفاته قال اليوم توفى نصف العلم، لكن مصطفى مشرفة حيفضل عايش من خلال أبحاثه وتلاميذه، وعلى رأسهم سميرة موسى اللي تبناها علميا لحد ما تخرجت الأولى على دفعتها ودافع عن حقها في التعيين كمعيدة بكلية العلوم، وهو اللي رشحها للسفر في البعثة الدراسية لأمريكا، واللي خلتها أول عالمة ذرة مصرية في ظرف سنوات قليلة من معرفة العالم للطاقة الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية. في أمريكا وصلت سميرة موسى تفوقها، ولما أنهت بعثتها عرض عليها إقامة أمريكية لاستكمال أبحاثها، لكنها رفضتها مفضلة العودة لمصر وإفادة البلد بعلمها، إيماناً بينها بأن مصر والعالم العربي كله هيفقد أهميته ومواكبته لو ملحقش التطور العلمي اللي بيشهده العالم. ده كان فصل من تاريخ التعليم الحديث في مصر، تاريخ كتبوه شباب مصريين ما كانتش حياتهم سهلة ولا ظروفهم مهيئة، بس كان عندهم حلم وكانوا مؤمنين بنفسهم وبحق بلدهم في النهوض. محدش فيهم نجح لوحده،
نجحوا لما كل واحد حواليهم أدى دور، وكأنهم تروس بتلف على بعض عشان العجلة تفضل تدور وعقارب الساعة تفضل تتحرك لقدام. ولو تاريخنا بيعلمنا حاجة هو إن كل أمجادنا وانتصاراتنا كمصريين ما تحققتش غير لما كنا كلنا إيد واحدة. دي الوصفة الوحيدة اللي بتنجح معانا. وأول طريق نهضتنا الحقيقية هو التعليم، وإحنا النهاردة بالرغم من كل شيء مش بعاد، لسه عندنا طلبة بتبدع وبتسافر بعثات وبتخش مسابقات وبتاخد مراكز على مستوى العالم. وفي السنين الجاية التعليم هيبقى أولوية، وهترجع المنظومة تاني تشتغل، وهترجع التروس تلف والعقارب تدور. شباب مصر من 100 سنة صدقوا الحلم المصري، والنهاردة مصر عندها نفس الحلم، ومش ناقص غير إن شبابها يصدقوه، ولما يصدقوه هيحققوه.